حد ما بيحبش الهدايا كلنا من واحنا صغارين كنا دايما بنستنى هديه عيد الميلاد او هديه النجاح او اي هديه حتى لو كانت من غير سبب من كتر حبي انا واختي في الهدايا كنا دايما ماما بتتعامل معانا بطريقه ايه المكافئات بالهدايا هنعمل حاجه كويسه هتاخدوا قدامها هديه هنسمع الكلام ناخد هديه بس من كتر ما كنا بنحب الهدايا ومركزين قوي معاها كنا عملنا منافسه ما بيننا ان مين هياخد كل شهر اكبر عدد من الهدايا واللي ياخد اكبر عدد من الهدايا يقعد بقى يتفاخر كده قدام اصحابه ان هو اللي كسب الشهر ده بس الموضوع في الاخر بعد فتره قلب العكس بعد ما كنا بناخد الهديه عشان احنا عملنا حاجه كويسه بقينا لو الهديه اتاخرت يوم نبتدي نزن على ماما ان الهديه ما جاتش فبدل لما كنا بناخد الثواب بتاع ان احنا سمعنا الكلام بينا بنضيع المجهود كله اللي احنا عملناه والحاجه كويسه اللي احنا عملناها وتاثيرها بيروح مع الزن فماما جت في مره كده قالت لنا بصوا بقى انا هغير النظام هنعمل لعبه البرطمانات الثلاثه ايه يا ماما لعبه البرطمانات الثلاثه دي بصوا بقى كل واحده فيكم هيبقى عندها ثلاث برطمانات واحد مكتوب عليه صرف واحد مكتوب عليه تحويش والتالت مكتوب عليه صدقة والتنافس اللي ما بينكم هيبقى مين هيعرف يعدل ما بين الثلاث برطمانات أي فلوس بقى هتجيلكوا أي مصروف هتحاولوا أن أنتوا تقسموه ما بين الثلاثة طبعا أنا حكيت لكم كتير قوي قبل كده أن أنا كنت فاشلة يمكن لغاية دلوقتي شوية في التحويش فكنت برطمان الصرف مليان على آخر وبيفضى على طول برطمان التحويش على طول فاضي برطمان الصدقة كنت بحوشه من الأول فكان تمام اختي بقى كانت عكسي تماما برطمان الصرف بتاعها على طول فاضي برطمان التحويش مليان على الاخر ما بتصرفش حاجه خالص برطمان الصدقه بتاعها مظبوط عمر انا واختي ما عرفنا نظبط الا قليل قوي موضوع الصرف والتحويش ده ما يعني حاولنا كتير كده شهر ينفع شهر ما ينفعش يمكن لغايه دلوقتي لسه بنقاوح وبنحاول في الموضوع ده يمكن كمان اكتشفنا بعد مده وبعد السنين ان البرطمانات الثلاثه دول هم سر لغز الحياه بنت الشقية جدا كنزي عندها مواهب كتير لكن مش راسي على حاجة معينة الولد الحنين لكن شقي جدا عمر عنده برضو مواهب كتير لكن غلباوي جدا جدا وعيلة عمرو وكنزي معانا النهاردة في حوار عائلي جدا هي ماما أسماء وعمر الاتنين مسكوا العقد وكل واحد منهم قعد يكتب طلباته كلها علشان ماما تحققها ماما اسماء على قد ما قدرت حاولت تكتب كل الطلبات اللي محتاجاها ان كنزي وعمر يسمعوا كلامهم فيها في حوار عائلي جدا معانا النهارده عيله كنزي وعمر معانا ماما اسماء اهلا بيكي اهلا بحضرتك تعبينك كنزي وعمر ولا نص نص جدا مين اكتر لا الاثنين شويه جدا الاثنين، طب بتشوفي انه في ناس كتير تقول لك تربيه البنات اسهل، لا تربيه الولاد اسهل، بتشو لا في أنا تجربتك تربيه الوقت. البنات اصعب من الولاد ليه أنا بقى؟ انا عكس الناس كلها اه ليه؟ بحس ان هي كانت المفروض تطلع ولد وطلعت بنت اه كنزي أوه. ليه بقى؟ لا كنزي شقيقه جدا فوق الوصف ومتعبه طب اكتر حاجه بتتعبك فيها او مش سهل ما بتبقاش سلسه فيها ايه؟ ما انا بطلب الطلب مره واثنين وعشرة عقبال ما يتنفذ هي يعني في الاخر بتنفذ بس بطلب كتير جدا وتعباني في حاجات كتير يعني هي يعني كمان بحكم دراستها هي بتدرس عليه فلازم ما تاكلش كتير هي يعني كانت تخينه وخست فأخذنا الاجازه بقى انطلقت شوكليت. هي بتحب الاكل شيبسي كل حاجه كل الممنوعات بقى فانا الدراسة قربت فلازم تخس لان احنا بيجي لنا انذار بالتخن ده ممكن أوكي. الموضوع مش سهل يعني وبعدين هي بتعشق البليفه لو سيبناها دي مشكله بس هي طبعا كاي طفله بيحب بتحب دايما الاكل اللي هو بالذات اللي هو مش الحاجات كلها الممنوعات دي بتبقى دايما محبوبه اه بس انا الأصمار. فهمتها يعني هي انه ده يحصل يعني حوار ما بين طب هي لما بتتخن هي بتحس انها تخنت؟ لا <applause> لا والله ما بتشوفش نفسها انه يعني <applause> بالعكس لو هي فنانه وكده تبقى شايفه انها هتحس باللبس وكده لا هي مشكلتها هي مشكلتها ان هي بتقولي انا انا رفيعه انا مش تخينه فمش مقتنعه ان هي لازم تخس. اوكي بس انت بتشوفي لغايه دلوقتي ان هي هي دلوقتي هي دلوقتي زادت انت يعني انت شايفاها دلوقتي لما تخنت هي كانت ارفع من كده. عشان برضو البالي بيبقى آه. شده قويه. آه. طيب اكتر حاجه بتقولي لها لا عليها ايه غير الاكل؟ الموبايل. اه مشكله العصر. <applause> <applause> أنتوا متفقين على عدد ساعات معينه بت, بت... أنا بتوضي. مش عارفة سيستم مش عارفة أعمل سيستم <applause> هي بتصحى وأنا نايمة وتمسك الموبايل خناقاتنا كل يوم لازم أول ما تصحي ندخل نتوضى ونصلي وبعد كده نرتب مطرح ما من... نومتنا في حاجة هتتعمل وبعدين نمسك الموبايل هي بتصحى تعمل آخر حاجة آخر حاجة آه نمسك التليفون الأول ما نشوف <applause> هنعمل إيه طيب بعاقب بقى انا باخد اه ماما بقى بتبقى بتزعق كتير ولا لا؟ ولا لا ماما ما بتزعقيش كتير في البيت انا طول النهار بزعق <تصفيق> 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 لكنزي اكتر ولا لعمر ممكن يكون عمرو اكتر ليه بقى عمرو بيعمل ايه بقى عمرو في البيت شقي جدا غير بره يعني, في يعني العادي بره عادي ما بيفتحش بقه اه هادي بره قدام الناس يعني هو المفروض ان هو بيروح اوديشنات تمثيل وكده بيروح قدام المخرج ما بيفتحش بقه اه الولد بقى هادي في وما فيش حاجه ف... في البيت ده بيعمل ايه لا في البيت ده في البيت بيقعد يجري في البيت اصلا عامل لي استوديو بيقعد يجيب الكراسي ويجيب ويعمل كاميرا لنفسه واكشن أوكي. والحاجات اللي بيشوفها في التصوير هو بيعملها في البيت او ما يجي وعايز التصوير ما ينفذش ما زي حاجه <applause> <applause> يبقى عادي بقى وكده طب اكتر حاجه بتزعقي لهم عليها ايه؟ اكتر حاجه العمر بيكسر حاجه لا. بيعمل يعني بيبقى ليه سبب؟ عمر آه اليوم بتاعه ماشي ازاي؟ امسك الموبايل فصل شحن الموبايل اروح للبلاي ستيشن البلاي ستيشن زهقت اطلع اللابتوب كله آه كل تكنولوجيا آه في الموضوع آه آه اروح للكرتون يفضل كده يعني نفضل دايره كل حاجه كلها لها علاقه بالشاشه 24 أوي. ساعه كده مش عايز يقعد لو بقى اتخانقت ومفيش الحاجات دي كلها يفضل يصوت بقى ويلف في الشقه كلها تفتكري هما بيشوفوا ان مين فيهم متدلع اكتر يعني كنزي هتشوف انه عمرو متدلع اكتر ولا ايه؟ كنزي على طول حاسه انها مظلومه وعمر هيشوف ايه؟ عمرو بيقول لي انت كل حاجه بتقولي لا لما بيجي يطلب الطلب بيقول لي عارف هتقولي لا طب يعني فعلا هو لا. بيقول بيقولوا بيرد على نفسه طب وبيني وبينك يعني تبقى ماما فعلا بتقول لا كتير لعمرو؟ اه للاثنين اه مش لعم بابا كل حاجه بيقول اه اه بابا هو اللي اه عشان كده بيروحوا لبابا لما يبقوا عارفين ان انا هقول لا فبابا يبوظ كل الحاجات بابا بيقول على طول اه بابا حنين جدا زياده عن اللزوم طب هما بيساعدوكي كنزي بصراحه كنزي اه انا عندي بنت كبيره لسانس حقوق اوكي ما شاء الله اه بس هي كانت بالاول بتعمل وكده بس هي برضو علشان دراسه وعلشان هي برضو في المجال الفن فما بقتش فاضيه فكنزي بقى اللي استلمت الراي اللي بدات تبتدي هي تساعد هي اللي طب عمر ما بيساعدش في حاجه عمرو عايز ي... انا هخش انا هروق لك الاوضه طب ما حلو ويقفل الباب عليه لا خشي اتفرجي على الاوضه بقى ايه بيعمل ايه الملايه في الارض وال بيروق هو بقى عملت لك الملايه لا هو كده في نظره عملها عملها نوع يعني عم على الارض, الأرض ونصها مفروش على السرير آه هو أوكي. كده عمرو روق اه وطبعا بقى الاوضه جوه بتبقى ما اقولكيش فوقيها تحت جاء. هو كده روق <applause> طب لما هما بيبقوا عايزين حاجه وحضرتك بتقولي لا هل بي... غير ان هما يروحوا البابا قبل ما يروحوا البابا بيتبعوا اي طريقه يحاولوا يقنعوكي بيها كنزي بتقعد تدلع كده شويه عشان خاطر يا بم. الحركات دي بقول ما بيخليش عليا الكلام ده لا انا جديده <تصفيق> 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 طب يعني ايه اكتر حاجه بتحبيها في كنزي؟ اكتر إن, ان هي بصراحه يعني عندها روح المساعده عايزه عايزه تعمل طب اكتر حاجه بتحبيها في عمر؟ طيب وحنين جدا حنين جدا جدا يعني طب احنا لو سالناهم بيزعلوا منك في تفتكر ايه تفتكري هيقولوا ايه عمر هيقول بيزعل من مصر ان انا بقول كل حاجه لا <applause> وإن أنا باخد الموبايل <كتشف> ده ليهم هما الاثنين؟ اه يعني هما الاثنين هيقولوا كده احنا سألناهم <applause> أكيد أكيد حاجة إن أنا بقول على كل حاجة لأ ما برضاش على حاجة وإن أنا باخد الموبايل منهم وما برضاش أخلي عمري يتفرج على الكرتون عايزة أتفرج على المسلسل ماما إيه بقى ماما ماشي يعني أنا عارفة هما هم هيقولوا إيه <تصفيق> <تصفيق> <وصف> طب هما هم لما بيبقوا, بيبقوا بيطلبوا حاجة بيبقوا عندهم مرونة في حتة إن احنا لو ما اتعملتش دلوقتي ممكن نستنى شوية لا لا ما عندهمش الكلام ده يعني يمكن الكبيرة متعودة على كده لكن دول لأ لازم ولا كنز ولا عمر لا لازم وما عندهمش ان انا مثلا ان شاء الله هبقى جايبة لا يبقى كده مش جايه اه لازم اللي هو دلوقتي حالا أه ولا اللي هو الطول النهارده هبقى اجيب يبقى كده مش جايه اه والله وممكن ما تجيش فعلا على حاجه ولا بالعكس لا انا عمي ما قلت على حاجه ما نفذتهاش اه لما بتقولي ان شاء الله هتيجي بتيجي <applause> حتى لو بعيد ولما اكون مش هجيب بقول مش هجيب ما بتجيش تفتكري لو لو عايزه تغيري فيهم حاجه هتغيري ايه في, في, في تعديل سلوك حاجه نفسك تغيريها فيه وما تغيري في عمر العند بتاعه عنيد جدا طب وكنزي ايه اكتر حاجه نفسك تغيريها او تعدليها في سلوكياتها ان هي تسمع الكلام من اول مره وان هي يبقى عندها طموح انا شايفاها ان هي عايزه كل حاجه صوتها حلو بتغني عايزه اغني باليه باليه تمثيل تمثيل يعني مش راسي على حاجه ما هي لسه برضه صغيره يا ماما برضه انها تبقى راسي على حاجه بس لازم يبقى عندها طموح يعني لازم نشتغل على حاجه تركز نحويها. فيها أكثر. لكن احنا شغالين في كل الاتجاهات دلوقتي اوكي هي, هي, نفس هي حاجه تركز فيها إيه كنزي من النوع اللي هي يعني حته الفن دي هي معجونه بالفن آه. بترسم حلو بتغني حلو الله. بتمثل حلو واخده ورش تمثيل إيه يعني كل حاجه تخص الفن في كنزي و... وانتوا بتدعموا الحته دي في, أنا في كنزي انا أو... الحته دي فيها انا معاهم اكتر يعني انا اللي معاهم 24 ساعه باباهم مش فاضي طبعا طبعا فانا اللي معاهم 24 ساعه فانا اللي بودي تمرين انا اللي بودي لو في تصوير كده انا اللي معاهم في كل حاجه ربنا يعينك طب احنا <applause> مثلا سالناهم شويه اسئله كده عايزين تتفرجي معانا وتشوفي هم قالوا ايه كنزي وعمرو وبعدين نرجع تاني نكمل مع بعض <applause> تعالوا نشوف بقى كنزي وعمرو قالوا لنا ايه لما سالناهم في حوار عائلي جدا حوار عائلي جدا معانا النهارده كنزي وعمر ازيكم الحمد لله هادين ولا اشقيه اشقيين الهدوء احلى ولا الشقاوه الهدوء طب وانت بتشوفي ان الهدوء اكتر احلى ولا الشقاوه الشقاوه طب عمر شقي ولا هادي بالنسبه لك شقي وانت بتشوفها ايه شقيه ولا هاديه شقية جدا لا هو اشقى عمر انت بتعمل ايه في البيت ماما لك عليه ماما بتزعل على كل حاجه على كل حاجه أيه ليه بيحصل ليه في البيت حتى لما بتيجي نهرج معاها بتقوم اللي يعني جنبها يعني ببقى قاعد جنبها بهرج معاها بتقوم مني عشان هو عصير رخم طب وانت ماما بتزعلك ولا ما بتزعلكيش خالص بتزعق طبعا طبعا ليه طبعا ان انا مثلا ما سمعتش كلامها في حاجه ان انا بفتح التلاجة كتير انت يا عمرو تفتكر يعني انت متدلع اكتر ولا ولا كنزي كنزي وانتي تشوفي ايه ان عمرو متدلع اكتر ولا انت مش عارفه Zij is er van hoog. حصل لو حصل وحصل حاجة غلط بقى وقعته حاجة اتكسرت أي حاجة بتروحي تقولوا لماما على طول ولا بتسيبوا ماما وتعرف لا الواحدة. هي ماما اللي بتشوف بتقوم مزعقة على طول لا ماما مثلا حاجة اتكسرت بتسمع تقول ايه اللي اتكسر وبتفتنوا على بعض يعني لو عمرو اللي عمل أيها. حاجة انتي بالظبط عمرو فتان جدا طب انت بتشوفي ان ماما بتزعق كتير زيادة قوي يعني الموضوع مش مستاهل ولا انت تبقى عملت حاجات كتير غلط ان ماما بتزعق كتير قوي طب بابا بيزعق برضه ولا بابا لا؟ بابا بيزعق اقوى من ماما اقوى من ماما كمان لا 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 بابا بيزعج كتير بابا بيبقى اخف من ماما شويه طيب انتوا بقى بتساعدوا ماما في البيت ولا لا عمرو بيساعد عشان عمري بيوصل لا انا انت خليكي في نفسك يا بنتي قاعده بتبقى بتفتني على اخوك كده اي عشان هو بيفتن عليك كتير لماما وانتوا دلوقتي انتوا الكبار ماشي كويس ماما هتبقى هي الصغيره هتعمل معاها ايه يا عم؟ هعمل البيت شوكولاته واللي عايز يفتح التلفزيون يفتح وانت بتعملي ايه لو انت الكبيره دلوقتي هعمل زي يوك... الثلاجه كلها شوكولاته والتلفزيون مش ممنوع انه يفتح في اي وقت والتليفون يتمسك في اي وقت عادي ونقعد نلعب على عادي طب مين فيكم بيعيط اكتر عمرو عمرو احنا الاثنين احنا الاثنين في حاجه استغربتيها من كلامهم عمرو اتكلم هو شويه الكلام كل اللي قاله قلت انا قلته لك بس كنت كنت شايفه انه عمرو ممكن يكسف شايفاه كده ايه لا لا اول مره يبقى الحمد لله ادينا نطلع منه ربنا يسهل وحب. بس هم قالوا حاجه ان عمرو بيعيط اكتر لا كنزي بتعيط اكتر كنزي اللي بتعيط اكتر آه. طب هو بس هو هو بيشوف ان هو بيعيط برضه لا عشان كنزي بتقول لك لا هو بيعيط اكتر لا. لا. لا ما كنزي جاي عليه آه. لا هي كنزي لما صدقت بس هتستعدي ان ماما هتبقى فريق لوحدك انت تبقي لوحدك هما هيبقوا لوحدهم مع بعض هيحاولوا يتحدوا ربنا يشوف ربنا يس... <applause> يعني ربنا يسهل يعني ربنا يسهل ونشوف بس توقعي ان هتكسبيهم برضو اكيد برضو في تصميم يعني طيب يبقى في من... يعني ايه منافسه قويه قوي ان شاء الله بعد الفاصل ما بين ماما اسماء في فريق من ناحيه وما بين كنزي وعمر من ناحيه ثانيه هيحصل ايه هنعرف احنا دلوقتي معانا الطلبات اللي كنزي وعمر كتبوها لماما اسماء ومعانا برضو الطلبات اللي ماما كتبتها ليكو ماما معاها مضرب اوافق ولا اوافق هنديكي كده فكره سريعه على طلبات كنزي وعمر عشان تحددي لنا موقفك الاول وبعدين هنجي تاني كنزي ايلا عايزه انترنت وقت اكتر على الانترنت او على التليفون عايزه شوكولاته عايزه ماما تبطل تقول لا وانا عايزه قطه وعايزه عمرو يبطل يلخبط الدنيا بعد ما روق هو ده الحقيقه نشوفه مع عمرو برضو عمرو <applause> عمرو موقفك متضايق من الموضوع لا لا عمر. لا, لا،, لا. عمرو بقى عايز يسهر <applause> وعايز برضو انترنت وتليفون <applause> وعايز العاب جديده طبعا <applause> 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 وعايز بلاش رز وفاصوليا اقعد اقعد استنى استنى بلاش رز وفاصوليا <تضحك> <تضحك> هو اللي بيقول بقى بلاش قطط وكلاب هو اصلا ضد ديد... وطبعا توافق ماما هو اصلا ضد اخته لازم تتفقوا مع بعض ها انتوا فريق واحد نيجي لكم بقى كنزي ماما بتقول لك ايه ماما عايزاكي تسمعي كلام من اول مره وتعملي رجيم عشان الدراسه بتاعتك تسيبي التليفون شويه تقومي تصلي اول ما القدان يدي مش لازم هي تقعد تقول قومي صلي بتقول لعمر بقى تبطل زن شوية وتسيب التليفون واللابتوب والبلاي ستيشن والكرتون وكل حاجة تسمع الكلام لما يكون عندك تصوير نبتدي مناقشة بقى هنسيب المضارب ماما ماما والولاد خلاص كنزي وعمر وتعالوا نتناقش الأول في قصة الأكل عشان الأول بقى كنزي عايزة شوكولاتة ماما قالت لأ وفي نفس الوقت برضو ماما عايزاكي تعملي ريجيم وتاخدي بالك من الدراسه بتاعتك عشان انت بتدرسي بالي فممكن نتناقشوا مع بعض. ما هي بتاكل تشوكلت بس هي المفروض ممنوع خالص وهي مصممه. مش موجوده بقى. اه انت مصممه وفي الاكاديميه قالوا ممنوع تشوكلت صح ولا لا؟ اكلتك كتير في الاجازه، قلت لك اخرك العيد. وبعد العيد نزبط بقى ماشي بس انا في المدرسة تديني شوكولاتة او بسكوت وانا رايحه اه ده انت ضايعه كده في الدراسه اديكي لا ما ينفعش شوكولاته صغيرة او بسكوت ما ينفعش ليه؟ اديكي الحاجات بتاعه الدايت اللي كنت بجيبها لك ماشي اديني بسكوت اللي بالشوكولاته بتاعه الدايت ماشي اوكي كده متفقين على ده من الاول كده كويس ان احنا بنوصل بس بس مش عايزين دلوقتي نقول هنوافق ولا لا حاولوا تتناشوا من غير ما نوافق او لا طيب موضوع انه ان عمرو عايز العاب جديده وماما اعترضت النبي قوم والنبي لا اقنعها ماما اعتراضك على ايه الاول؟ <applause> عندهم كميه العاب انا مش عارفه اوديها فين انت حطها تحت السرير ومش من مش عايزه اي حد ما هي من, من كترها يا عمرو ما انا عامل ايه اوديها وبعدين عمرو بيطلب العاب بتاعت بنات عايزه العاب انا عايز بلاي يطلع شيك لا انا بقول في البلاي ستيشن دي تبقى محتاجه كريدت يعني محتاجة حاجات تشتريها ولا محتاجه لا ايه؟ لازم بابا هو اللي يروح للراجل يصلحها عشان هو مش بس يصلحها يعني تقريبا هما بيروحوا بيتحط على بتتحمل او بتتحط ايوه هو هي. هو اللي بيحمل هنشوف الموضوع اه بيشتري <applause> يعني ده لازم بابا طب دي طب <applause> الانترنت الانترنت والتليفون لان ماما بتطلب منكم انتوا الاثنين تسيبوا التليفون وفي نفس الوقت انتوا عايزين انترنت وتليفون زياده ده هما عايز ده عايزينه 24 ساعه فما ينفعش ما ينفعش 24 ساعه هو ده عشان نبقى حقانيين فيه لازم يبقى فيه بديل طب ما هو البديل هي بتحب الرسم تقعد ترسم بس هما بيجيبوا على النت فيديوهات هو بيجيب فيديوهات غريبه المفروض ان هو في سنه يعني ما ترد على لو انت آه. مش شايف ان ده بيحصل بتفرج رعب يعني كده ممكن بس. تكون بت... اه راب ما هو حاجات رعب المفروض هو ما يتفرجش على الرعب لا وفي فيديوهات رعب بس مش لا يعني حضرتك اتفرجت عليها اه وبس شايفه ان بالنسبه له بتخوف لا غير الزعيق هل شايفه ان الفيديوهات دي المحتوى بتاعها يخوف الطفل؟ لا بس هو مش بيخاف بال... كده. من.. الف... مش خوف اللي هو الرعب بس أه. ممكن يخليه يخاف ينزل السلم لا لا, لا 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 مش للدرجة, مش للدرجة دي, دي. دي يعني برضو بس هي برضه للأطفال تكون... بس رعب يعني مش عارفة ازاي للأطفال ورعب أي ما هي ممكن تكون مرتبطة وإحنا مش ماخدين بالنا يعني ممكن تكون أه. مش رعب.. مش رعب.. هو روبي روبي إحنا بنزعق يعني بابا بس بتقول إن أنت كنت بتخاف تنزل السلم مثلا لوحدك صح ومره بنزل وبقى وساعات وما... بنزل السلم لوحدي وساعات بنزل لا انت نزل... لغايه النهارده واحنا نازلين كنت ماسك في ايد كنزي بايديك الاثنين طب بتبقى بتفكر في ايه ساعتها؟ اصل الحته دي لازم نلاقي لها حل. طب بتفكر في ايه ساعتها وانت نازل؟ بتنزل السلم ليه لوحدك؟ ولا اي حاجه امال بتخاف ليه؟ ايه اللي ايه اللي انت بتحسه وانت نازل السلم؟ يعني بتبقى ماسك قوي كده ليه فينا؟ حاسس انك مثلا هتقع ولا, ولا ايوه إيه. طب ما لو عشان بيخاف كمان من القطط والحاجات دي بيخاف جدا ممكن تكون خايف ان في قطط تلاقيها في وشك مثلا ده لو قطه عدت ده سويت ده بيلم علينا العماره <applause> مع ان اختك عايزه قطه طيب خلينا الاول نرجع لحته التليفون والبلاي ستيشن والكرتون وكده ماما عايزه ان انت ان انتوا الاثنين تقللوا الحاجات اللي بتعملوها على الشاشه وانتوا عايزين وقت اكتر كويس ايه الحاجات اللي ممكن تسليكوا لو اختفى التليفون من الحياه والتلفزيون والبلاي ستيشن No. واللابتوب ان ماما تخليني اطبخ مع ماما ما ترضاش تخليني اطبخ معاها وانا اروق وانت ايه؟ <applause> كلاوة. طيب لازم نلاقي اصل الفكره في ايه بقى؟ ان احنا لازم نلاقي بدايل لما نقول للولاد عايزين نقلل الساعات التليفون اوكي وحاجة. حته الطبخ اللي هي بتتكلم فيها دي قلت لها انت المفروض يعني السن بيبقى كل سن ليه حاجه، انت دلوقتي ممكن تروقي آه ممكن بس هي ممكن تساعدك في حاجه، ممكن تعمل حاجه من غير بوتجاز يعني ما انت بترسمي حلو جدا وانا جايبه لك الوان كتير وكراريس رسم كتير وجايبه لك الحاجات دي كلها انا بزهق بسرعه من الرسم هي دي بقى ايه تاني مو ايه تاني غير الرسم؟ حاجه غير الرسم هي المشكله الحقيقه ان هو المشكله ما... ان بيزهقوا لا هي المشكله عشان برضو انه, إنه عشان التليفون فيه حاجات كتير او تلفزيون او كل الحاجات اللي فيها شاشات فالحاجه الواحد يعني عشان نبدل التلفزيون بحاجه لازم تبقى حاجات كتير هي عندها حاجات كتير المفروض تتعمل هتشغلها وقت طيب ايه تاني غير <applause> الرسم يعني عايزين نبدل حاجات تيجي كتير يبقى عندنا اه الساعه اللي هتقضيها مثلا على التليفون يبقى بدلها كذا حاجه نعملها بدلها ما بتتدربيش ليه مش مش المفروض ان انتي طول الاجازه الميس قالت للباليه الباليه فتح الحوض والتدريبات بتاعتك بتاعت الليونة دي المفروض كل يوم تعمليها عشان احب عشان اتدرب في الباب بحب اتدرب مع التمرين يبقى كده ما هو كل حاجه بتعمليها هترجعي من الاجازه هتبقي كده اقل من <applause> اصحابك صح دي حقيقه عشان تبقي زي مش لازم تتدربي مش برضه مش هتقعدي طول اليوم بتتدربي بس يبقى في وقت للتدريب يعني في طريقة تاني ممكن تعمليه ومسيح. انت يا عمرو ايه اللي ممكن تحبي تعمله؟ غير التليفون واللابتوب والحاجات دي لا ده مش عايز اي حاجه ثانيه غير في لعبه <applause> ممكن تحب تلعبها رياضه مثلا تحب نقترح على تنضيف. ماما ان انت ت... ايه تنظيف تنظيف غير تنظيف طيب <applause> طبخ لا ماشي غير الحاجات اللي في البيت في رياضه عايز تحب تجرب تروح تلعبها مثلا كره كوره جور. هو كان كان عايز كوره بس للاسف هو عنده فلات فوت ف طب مش عارف له المعلومه ان هو مش هينفع هو راح يعني والكابتن قال آه. حتى على سبيل ان هو مش لازم يبقى محترف يعني على سبيل هو يجرب لا اللعبة. انا بفكر دلوقتي انا كنت عايزه اوديه سباحه بيخاف من الميه ف... لا بس السباحه لازم أنا مهمة أنا عايز عايز السباحة. ممكن عايز اسبح عادي يعني اصل السباحه مش لازم تبقى بطل فيها بس لازم تتعلم عشان لما تروح اي بحر تبقى بتعرف تعوم وفكرت برضو ان انا اوديه كاراتيه عشان اخليه انا شايفه شوية. انا شايفه مع عمر ان هو لازم تلعب رياضه اوديه كاراتيه مثلا اولا أو هتسلي الوقت وهتعمل هتتعرف على ناس جديده وتبقى لو هما شايفين ان انت خايف خايف بتخاف تثبت لهم ان انت مش بتخاف وبتجرب الحاجات الجديده عادي ايه رايك تفكر فيها برضه عشان تفكر ايه اللعب اللي انت عايز تروح تجربه وغير الباليه بقى والتدريب في الباليه عايز تعملي حاجه غير المطبخ غير المطبخ تعملي حاجه في الاجازه تتعلمي حاجه جديده سباحة. برضو السباحه بقى اوكي طيب يبقى في اقتراحات كده ماما قدامك تفكري فيها عشان هنعمل الخطه بالوقت ده <applause> آه طيب آه كان فاضل ايه آه كنزي كانت ماما بتقول لك تسمعي كلام من اول مره فكري برضو فيها عشان انت شايفه ان انت ما بتسمعيش كلام من اول مره اه انت مقتنعه ماما ماما عندها حق. ماما عندها حق. طيب فكري فكروا في الحاجات اللي ماما طلبتها منكم، ماما كمان هتفكري في الحاجات اللي احنا فكرنا فيها مع بعض وهنرجع بعد الفاصل نحاول بقى نوصل لحلول نكتبها في العقد، اوكي؟ ما بين عمرو وكنزي وما بين ماما. اتفقنا؟ اتفقنا. بعد الفاصل في حوار عائلي جدا هنوصل لاتفاق ولا لا بين الفريقين؟ هنعرف بعد الفاصل. سيبنا كنزي وعمري فكروا وسيبنا برضو ماما تفكر ممكن توافق على ايه من طلبات كنزي وعمر نبتدي بيك يا ماما ممكن توافق لهم على ايه الاول من طلباتهم ممكن توافق على حاجات بشروط ها تحبي ايه بقى نبتدي بكنزي الاول اه او عمرو زي ما انت عايزه <applause> هو عمرو حوافق على طلباته لو سمع الكلام <applause> أمرك. الطلبات اللي هي عايزه اللي هي احنا بلاش رز وفاصوليا يعني عارفه ليه مش رز وفاصوليا رز والفاصوليا دي كده كده انت توافق يعني دي اه هي كانت موافقه كده كده حاضر انا آه مش لك رز احنا هنكتب ان مفيش رز وفاصوليا <تسخن> العام <كإن>. ايه <تسخنة> تاني بقى الحمد لله <تسخنة> طيب اه احنا عايزين <تسخنة> نحل مشكله اهم حاجه موضوع ان هي ماما كانت شايفه موضوع الخوف ده <تسخنة> <تسخنة> اوكي اه. احنا كده كده اقترحنا ان انت هتثبت لهم ان انت مش بتخاف نلعب بقى رياضه وأول حاجة وإحنا مروحين نطلع السلم لوحده. آه نحاول نطلع السلم لوحدنا دي. <applause> طيب، انت تحب تلعب رياضة إيه؟ الكورة ورز الجري. كورة والجري؟ <applause> لأ طب ما عايزين نلعب رياضة فيها آآ آآ فكرة ثقة بقى زي ماما كانت بتقترح الكاراتيه <applause> ممكن جودو ممكن أي آه. لعبة من الألعاب القتالية دي. هو ده فعلا اللي انا يعني حط ومع أحنا. السباحه السباحه دي لازم علشان لما تروح اي صيف او اي بحر او اي حمام سباحه او حاجه ما تبقاش خايف خالص تبقى نازل الميه عارف تعوم اصلا عقبال ما بيتعود ان ينزل البسين ده بناخد لنا يومين مثلا بيضيع يومين من المصيف بنعوده ينزل طيب البسين ليه هم الاثنين موضوع السباحه اه لا كازي بتحب ال اللي... اه بس هي وهي عايزه تتعلم لانها ما هي المشكله دولة. ان السباحه هي برضو هي عارفه السباحه بتتعارض مع مع الباليه اه ما هقول لك هي السباحه اصل الجمباز نفس القصه برضو اه ما هو السباحه آه بتتعارض بس بتتعرض بس, دي واحده تعليم السباحه مش بيتعارض اه الفكره عشان اصل انا في الحته دي انا درستها شويه آه. انها تتعلم سباحه ده امر مهم انها توصل في السباحه لليفلز متقدمه ده اللي ايوه ما هي ما تلعب ولا جمباز ولا سباحه تمرين م. السباحه في الاخر بيبقى مرتين مثلا أه. في الاسبوع أه. لكن لما بتخش المراحل المتقدمه بيبقى بيوصل لاربع خمس مرات في الاسبوع ده اللي هيتعارض نفس القصه الجمباز والسباحه برضو بيتعرضوا مع بعض هي كل حاجه عشان له حاجه فيها شد للعضلات أيوة. وحاجه فيها شويه بتفك العضلات مم. فعشان نحل القصه دي لازم هي بس هي لازم تعلم. انا كده هناك في الاكاديميه ممكن تساله احتياطي بس تسألوا على انها تتعلم مش تمارس السباحه ك كرياضه مكمله مع يعني كرياضه أيوة. تبقى بطله فيها يعني مم. لانه لانه لو احنا حتى فكرنا يعني هي كل ما... مثلا نيلي كريم ما بتعرفش تعوم؟ لا اكيد بتعرف م. فهي هي يعني نيلي, آه. يعني آه. نيلي كريم كانت في <applause> البالي اه ما هي دي نفسها تبقى زي نيللي كريم ان شاء الله تبقى كمان شاطره جدا فممكن تساله احتياطي اساله أوكي. في الاكاديميه لا آه بس بس مهم موضوع ال... انها تبقى متعلمه عشان فكره انها تعليم حتى لو اللي هي ليفل واحد والتاني هو لا يعني ممكن ما تكملش كتير زي ما بقولوا حاجه ايوه حركة. ايوه بس هيفرق معاها انها تبقى في حمام السباحه والبحر وكده ما تمشي انت قلقان عليها كمان خلاص ماشي هنشوف يعني الموضوع ده لعني. لو الاكاديميه قالت اوكي بالنسبه لك تمام بالنسبه لك بقى تحب تلعب ايه غير السباحه اي حاجه ماما عايزاها لا ما لازم تبقى انت برضو بتحبها هو كل حاجه مميزة. انا بحب كل حاجه طب احنا هنجرب <applause> الكاراتيه ماشي اوكي ولو لقيته بعد فتره مش عاجبك ساعتها نبقى تقعدوا مع بعض تشوفوا ايه اللي ممكن تجربوا تاني كويس بالك يا ماما هو يقعد كتير مش مش عارف هو عايز ايه الفتره أيه. الجاي الجايه لا ما انا الموضوع ده كان مع كنزي, كان مع كنزي. آه. اه, لغايه كمان ما احل قصه الدراسه عشان الموضوع ده برضو تأخير أيه. ده هو أهم اللي ممكن حاجة يكون عامل له مشكله آه طيب ايه بقى كنزي موضوع الشوكولاته بقى والايه والريجيم انتوا وصلتوا في فكره انا ممكن ابقى اسمح ب يعني بس مش مش كتير لان هي من ساعه ما خلصت الامتحان ما ينفعش يبقى كلت كتير لا هي كلت شوكلت كتير واخر حاجه بقى نزلت قبل العيد جبت لهم شوكليت والحاجات الحلوه, الحلوة دي اه فقلت لها ده اخرنا قلت لها بعد العيد بقى نبدا طب بالزبط. الحاجات اللي هي مسموح بيها اللي هي الحاجات اللي هي في حاجات اه بجيبها لها بتبقى بتاعت الدايت وبرده بتعمل شوكليت عادي بس خدي بالك بقى عشان انت انا عرفت من ماما ان انت بتحبي الباليه وان انت عايزه توصلي فيه حاجه كبيره فانت هتختاري ان انت تاكلي شوكولاته فالباليه بوز ولا الباليه اي اكل غير صحي انت اللي هتختاري في الحته دي انت اللي بتختاري يا اما انا عايزه قوي ابقى باليرينا شاطره قوي فبالتالي لا مش هاكل الاكل الوحش ده عشان هيتخني يعني مش هاكل منه خالص؟ لا هتاكلي حاجات قليله قوي ومش كل يوم ماشي ومش كل اسبوع حسب بقى ماما اللي بيقولوا لك ايه بالظبط لازم تمشي عليه هي احنا اول ما بدانا الدراسه كان عندها قوه اراده بصراحه يعني منعت حاجات زي البيبسي والحاجات دي منعتها خالص وخس وخست جامد خدي بالك عشان بقى ما تجيش بعد الدراسه يزعلوا منك او تحسي ان اصحابك واخدين بالهم وانت لا. اوكي؟ لازم تبقي جايبه درجات خويق. حلوه هي جايبه درجات حلوه في الباليه هت... ف... هتاخدي بالك م. ماما هتديك المسموح بيه او هتتفق معاك على المسموح بيه بس انت كمان ايه ما تبقيش ما تزنيش على الحاجات اللي هي مش مسموح بيها. اوكي؟ طيب آه يا عمرو القطه عشان انت كنت نفسك في القطه وهو ما كانش عايز قطه، هل ماما اعتراضك ايه الاول عن موضوع القطه؟ الاعتراض ان هم بيبقوا عايزين الحاجه وبعد ما بتيجي انا اللي ببقى شايله مسؤوليتها، بيبقى طبعا دي روح معاك طبعا ف... دي مسؤوليه كبيره جبت ايه طلبوا كلب وجبت لهم وبقيت انا المسؤوله وتعبت وطبعا انت عارفه النظافه وال لا ما هي مسؤوليه كبيره طبعا والكلام ده حاجه لازم تبقى انا معترضه عشان كده ده اولا ثانيا عشان عم عمرو احنا لازم نحل اول مشكله عمرو كده كده لما هنحلها حالك بقى تشوفي هل كنزي هتبقى قد المسؤوليه هنفكر بعد ما نحل <applause> مشكله عمرو عشان موضوع النظافه والحاجات دي بزارة. اه هي بعد حل مشكله عمرو مع هي آه. الفكره دي مشكلة عمر ده. الاساسيه الاول اه هتفكر بس انت هت... انت عليك هنا جزء مهم لو انت قد المسؤوليه هيجي مم. لو انت مش قد المسؤوليه ممكن بقى نعمل حاجه حلوه ماما تختبريها في حاجات ليها علاقه بالمسؤوليه فلغايه ما نحل مشكله عمرو يبان بقى هي قد المسؤولية ولا لا مم. ايه مش طيب آه عمر عشان نسيب التليفون بقى والبلاي ستيشن ونقلل الالعاب ونعمل الحاجات دي هنعمل ايه احنا كده كده موافقين احنا قلنا السباحة وال... بس ممكن تعمل ايه في البيت تاني ممكن نديله فرصة يروق حتى لو هيلخبط مش يعني ما نصدق ان في حد عايز يروح حتى لو كده ممكن وانا عادي النت ده مش حتى لو يوم انا موافق بس يا يوم, يوم يا... واحد بس بس انت لازم ن... يوم واحد كامل مش لا يوم ك... مفيش يوم واحد لا. كامل دي لازم يبقى في ساعات عدد ساعات نتفق عليها في اليوم ونلتزم بيه ماما ساعات يعني يبقى بتقعد... في كل يوم بس هو ساعات معينة ماما ساعات بتقعدها ساعه بالليل ح... حاولت اعمل الموضوع ده برضو ك... الساعه تخلص تعدي ساعتين وطنش بمزاجي لا ما احنا اول ما جاء اقفل بقى العياط والسويت فما فمنعتها خالص بقى طيب احنا لا احنا ماما هتحددي وقت طيب ما هو انا ما... ما على النت ليه بقى؟ اه انه عشان ده لا علش لا علشان بيشغلوا فيديوهات وانا مش ببقى عليها هبط. اقول لهم العبوا انا بقول لهم النت افتحوا لكم العبوا إيه. كلمي اصحابك على على النت عادي طب هو في ناحيه الفيديوهات دي مش حضرتك ممكن تحددي هم يفتحوا ايه وما يفتحوش ايه؟ ده انا بقى احدد يعني قصدك انا من يعني من اليوتيوب جايبين أوكي. حاجات المفروض انها للاطفال بس مش اه بس شايف لا طيب مش يبقى مبدئيا اولا لو هتفتحي الانترنت لازم ماما تبقى موجوده وتبقى قاعده جنبكم ده لمصلحتكم يبقى يعني ما ينفعش تبقى هي مش موجوده وثانيا احنا لما نملى الوقت بالتمارين والحاجات اللي هنملاها دي هيبقى وقت كده كده هيقل كمان هيبقى في حاجات كتير نعملها في خلال اليوم غير ان احنا ايه نقعد على الموبايل والكمبيوتر والحاجات دي اعتقد كده ايه دي الحاجه دي متفقين عليها اهو ماشي وعمر كده كده هيروق يعني انت مسموح لك اه مسموح لك لما نرجع ممكن نديها مهام اخرى في المطبخ مش 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 هروقه ولا اعمل حاجات تتشرب عايزه اطبخ طبخ لا هي بصي هي بتعمل حاجات بسيطه ممكن تعمل بيض اومليت عادي يعني في حاجات بسيطه بتعملها ممكن تسخن الاكل هي يعني مش مشكله النار مش خايفه من النار بس هي انا شايفه ان لسه بدري شويه عن حته الطبيخ دي ايوه ممكن تعي لا في حاجه فيها عجين ممكن تعمل بانكيك ممكن <applause> يعني الحاجات اللي فيها اللي هي بعيده عن النار فتره اطول مش انها تفضل واقفه قدام النار عايز اقول لك بتت... انا لو خليتها تعمل هتزهق لا ما خليها هي اول كانت عايزه, عايزة تروق ولما بدانا نروق بدات تزهق بس هي بتساعد برضه خشي برضو. مثلا الكوبايات كانت الاول عايزه اغسل المواعين خشي اغسلي دلوقتي بتتهرب فهي كل حاجه بتبقى لا ما طبصية. انا مش لازم تبقى الحاجات كتير يعني قصدي أه. ان هو لو قسمنا ما مش كل يوم هتطبخ أه. بس يوم عملنا الوقت اللي هتبقى قاعده فيه في البيت بتطبخ يوم تاني الوقت اللي قاعده فيه في البيت بترسم يوم تالت يعني كل يوم نعمل حاجه اوكي خلاص, خلاص. كنتوا اللي هتكسبوا خلينا <applause> خلينا نطبخ ان شاء الله ماشي انت بقى فكري ايه الاكلات اللي انت ممكن تعمليها وماما وتقولي أنا ماما انا اول حاجه عايزه اعملها كيكه, حاجة كيكة وانا كمان كيكة برضو حاجة. انا فيها فيها. انا نفسي اعمل تورته تورته كيكة, تورطة. تورطة. أو كيكة. اي حاجه, حاجة. <applause> نفسي اعمل اي حاجه بس كل حاجه ما عملناش تورته <applause> انا الوحيد انا الوحيد اللي انا عايزي بعرف من غير ما اتعلم انا بعرف اعمل الحاجات العجين بس ما بص انت ماما ماما هتديك فرصه تعمل حاجات اوكي اوكي بس المهم ان انت بقى ما تبقاش خلاص تبقى شجاع ومفيش حاجه ايه تبقى واقفه قدامك كل اللي انت س... عايزاه هيتم يا سلام منشوف طيب بس قدام ده كده هنسمع الكلام بقى من اول مره ماشي كلام <applause> ليكي <applause> 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 اه كلام ليكي يا كنزي عشان هنكتب ده كله بالذات انه ماما وافقت لنا على حاجات كتير يعني انت مع بالنسبه لك انت هتقفي في المطبخ وهتتعلمي السباحه وهتاخدي شوكولاته حسب المسموح بيه يعني هتعملي حاجات كتير واحتمال يتوافق لك على القطه لو التزمتي في الصلاه كويس يعني فلازم نستفيد بقى. اوكي؟ يعني انت كده موافقه ولا عشان ما انا بوافق عشان عارفه ان انت مش هتلتزمي. <applause> لا ما لو لا التزمت لا ده هيجي لك اكتر من القطه كمان. على القطه ما انت لو التزمتي في الصلاه <applause> ممكن يجي لك اكتر من القطه ده انت هتبقي عملتي انجاز حاجه <applause> كبيره دي مهمه. خدي بالك عشان الحته دي مهمه. آه ااا خلاص في حد عايز يزود اي حاجه؟ يلا انا همضي بقى انا شاهدة على العقد بعدين <applause> ماما تفضل يا ماما هنا بعدين كنزي تبي طيب اسمك هنا وسيبي مكان العمر هنا؟ اه في النص بعدين عمرو بقى اكتب اسمك انت كمان جنبها زي ما انت عايز كده كده العقد هيبقى معاكم فده بتاعكم اكتب باللي انت عايز حتى لو شخبط شاطر تعالوا بقى هاتوا العقد معاكم يلا ممكن ماما تتفضل بقى معانا عشان نتصور كلنا مع بعض يلا تعالوا